تعالوا نروح بقى الاخبار بسرعه. انا عارف ان انتم مستنيين الاخبار وانا اسف ان انا طولت عليكم، لكن كان لازم اتكلم معاكم في الكلام ده. الاهلي بيحتفل باليوبيل الفضي لفرع مدينه نصر. محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي ودينامو النادي الاهلي اللي دايما بقول عليه دينامو النادي الاهلي، بيقول النادي الاهلي هيحتفل يوم الخميس ان شاء الله باليوبيل الفضي ومرور 25 سنه على افتتاح فرع مدينه نصر، حيث تم الافتتاح في 28 اكتوبر 93. اضاف ان هناك احتفالات فنيه ستجرى على مدار 3 أيام، تبدأ اليوم بفرع مدينة نصر وغدا الجمعة إن شاء الله بمقر النادي بالجزيرة، وبعد غد السبت بفرع الشيخ زايد. ده كان خبر. خبر الثاني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران. ما بنضيعش وقت، عندنا بطولة أفريقية خلصناها وطوناها، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، مع إن الموضوع صعب جدا لكن مفيش حاجة تصعب عليكم يا رجالة. إن شاء الله مستنيين البطولة. خلاص قفلنا موضوع البطولة الأفريقية، داخلين في البطولة العربية. الفرنسي باتريس كالترون قال للعيبة خلاص احنا نقفل الملف ده ونركز خلاص في البطولة العربية، مباراة الوصل الإماراتي المقبلة إن شاء الله واللي هتقام في مصر لحسم المواجهة. الأهلي بيستعد لهذه المواجهة إن شاء الله في دور ذهاب دور 16 بكأس زايد لأبطال العرب. كان في مران استشفائي للاعبين اللي شاركوا في مباراة وفاق الصيف، كانت مباراة قلت لكم كان فيها كمية ضغط رهيبة، ضغط عصبي وضغط بدني وضغط كل ما تتخيله من الضغوط، ان احنا عايزين بقى ناخد مش عايز اتكلم ان شاء الله يكونوا قدها وقدود باذن الله. اللعيبة اللي شاركت في هذه المباراة النهاردة خاضوا مران استشفائي لإعادة الاستشفاء مرة تانية. كان معاهم في الجيم مايكن ليندمان مخطط الأحمال. الناس بتقول يا جماعة الحالة البدنية بتاعتنا واقعة، يا جماعة الموضوع مش كده، برضو نتكلم ونصحح المعلومة. أنت بتلعب بطولة عربية، بتلعب بطولة أفريقية، بتلعب دوري، ما عندكش راحات كتير، ما ينفعش أقول إن أنا حالتي البدنية واقعة. الناس اللي بتفهم، مع احترامي طبعا للجميع، ما ينفعش اقول الحاله البدنيه واقعه، لان انا في سلسله مباريات على طول ممكن اكون بمر بحاله اجهاد، اجهاد بدني جايز، اجهاد ذهني جايز، لكن حاله بدنيه واقعه طبعا بعيد قوي عن النادي الاهلي. والنجم الكبير النجم احمد فتحي، او الراجل احمد فتحي اللي دايما انا بحب اقول عليه ان هو راجل، برضه تعرض للانتقاد من نجمنا للاسف. يعني للاسف أدى أحمد فتحي الظهير الأيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق. أحمد فتحي اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في الجيم وتدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف كابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. نروح لخبر تاني، تدريبات بدنية مكثفة لفريق النادي الأهلي. اكيد اللعيبه اللي كانت بره المباراه، اكيد طبعا حسين عبد الدايم النهارده اداهم جرعه بدنيه هائله لاعاده، ده بقى اللي بنتكلم عليه، اللعيب اللي مريح ماشي يدخل في جو التدريبات البدنيه التقيله كمان. وطبعا حسين عبد الدايم حد فاهم قوي، حد كويس قوي، شاب كله طموح وعارف كويس قوي بيعمل ايه مع مايكل ليندمان. تدريب استمر 40 دقيقه قلت لكم تحت قياده حسين عبد الدايم اللي خاض معاهم فقرات بدنيه عالية قوي، ثم تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية. وجونيور أجاي النجم الناجيري بيواصل تدريباته التأهيلية. جونيور كان أصيب إصابة كبيرة جدا وخلاص إن شاء الله بيتأهل مع طارق عبد العزيز النهاردة بعد الجيم جري حول الملعب، وإن شاء الله يكون جاهز في القريب العاجل. والجهاز الفني بيحصل على شرائط لمباريات الوصل الإماراتي. خلاص داخلين في جو البطولة العربية إن شاء الله. النادي الأهلي هيقابل الوصل الإماراتي، برضو فريق مش صغير وفريق كبير جدا في دور 16 لكأس زايد أبطال العرب. كالترون حصل على أجهزة على شرائط للفيديو لهذا الفريق الإماراتي عشان زي ما احنا متعودين بيدرسها كويس قوي، بيشوفها كويس قوي، بيذاكرها كويس قوي مع محمد يوسف، وبيرجع يحفظ اللعيبة نقاط الضعف ونقاط القوة لهذا الفريق. وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي. أحمد علاء بيضم باتريس كالترون لقائمة الأهلي العربية. الجهاز الفني نادي الاهلي باتريس كالترون يعني قال ان احنا نأيد احمد علاء، اعتقد ان هو برضو اضافه. احمد علاء لعيب مهم جدا، لعيب كويس جدا، ان شاء الله يكون اضافه لهذه القائمه اللي كانت بتضم 28 لعيب، دلوقتي 29 بطل وليس لاعب. والاهلي يخاطب الاتحاد العربي لتحديد موقفه من التدريب على برج العرب. المباراه هتكون يوم الاحد. المفروض ان الفريق الأهلي وفريق الوصل الإماراتي هيتمرنوا على ملعب برج العرب يوم السبت.
في حين ان يوم السبت يبقى فيه مباراه الزمالك والاتحاد السكندري. عشان كده الاهلي بيخاطب الاتحاد العربي، هنعمل ايه؟ هنتمرن ولا مش هنتمرن؟ محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره بيقول الاهلي يرغب في الفوز باي بطوله يشارك فيها. هو ده الطبيعي يا يوسف، هو ده اللي احنا متعودين عليه منكم، سواء كنت مدير فني جبت الاهلي بطوله افريقيا وجبت دوري كمان، ان شاء الله يكون كمان البطوله الافريقيه من نصيبك كمدرب عام ونجم ايضا كبير من نجوم النادي الاهلي. محمد يوسف بيقول مش هنفرط في اي لقب، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، دوري، كاس، سوبر، ان شاء الله الاهلي دايما قدها وقدود.